تعلمي العربية مع أم نام. عائلة أصابع الفاكهة. أحمر أحمر
بنفسجي، سماوي، أخضر، وردي، أصفر، أخضر، أصفر، سماوي، وردي، أحمر، سماوي، أخضر، وردي، أصفر، ما هذا؟ إنها كرة قدم حمراء، وهذا كرة زرقاء اللون، وهذه أيضاً إنها برتقالية، والأخيرة كرة خضراء. ولكن أين أم نوم؟ ماذا لدينا هنا؟ إنها تفاحة. على ماذا تدل يا ترى؟ آه، قد أتى أم نوم. مرحبا أم نوم، أينكم؟ أجل، أنت جائع، عليك أن تصل إلى التفاحة. لا أظن أن القفز قد ينجح، فلنحاول استخدام الكرات. 2، 3، 4، اقدم. أصبح لونك أحمر بعد قدمك لها، فلنحاول مجددا. الآن حان وقت التوت الأزرق، إنه لذيذ جدا، فلنباشر الآن يا أم نوم. 2، 3، 4، اقفز. لقد أصبحت أزرق اللون بعد تناولك للتوت. حان وقت البرتقالة، فلتحصل عليها. هل أنت مستعد للقفز يا أم نوم؟ 1، 2، 3، 4، اقفز. والآن أصبحت برتقالياً. أوهو، أظن بأنها إجازة. هل تظن بأنك ستحصل عليها؟ هيا فلنبدأ. ألست جائعاً أم نوم؟ 1، 2، 3، 4، اقدم. وها قد عدت إلى اللون الأخضر. وداعاً أم نوم. أزرق، woo!
أحمر. الأصغر صغير متوسط كبير الأكبر الأصغر صغير متوسط كبير الأكبر مرحبا يا أطفال، أينها شجرة قطع الحلوى؟ مرحبا أم نوم، كيف حالك اليوم؟ نعم، أنت في الصحراء. ما هذا؟ إنها آلة حلوى. نريد أن نحصل على واحدة. تذكر أم نوم، كان لديك حلوى بالأمس، لذا أعطها لأم نوم. ها هي آتية. نعم، حلوة. قطعة واحدة. الآن تذكر دور أم نيل. أعطها إياها. عملة ذهبية لأم نيل. يجب أن تحتفظي بها. يا إلهي، أم نوم، لا تكن أنانياً. أعطها إياها. تعال أم نوم. يا إلهي، إلى أين أنت ذاهب؟ هذا هو، هناك شيء ينمو. ما هذا؟ نعم، إنها شجرة الحلوى. فكرة رائعة أم نوم، ضع عليها القليل من الماء. ضع المزيد. عمل ممتاز. احترس. يا إلهي، انظروا، انظر أم نوم، إنها شجرة حلوى عملاقة. نعم، عليك تسلقها. استمر. يمكنك ذلك. أحسنت. اقفز، اقفز، اقفز. ورقة واحدة إلى الورقة التالية ستصل. لا أم نوم، أعطها لأم نيل. تذكر أنها كانت عملتها المعدنية. أحسنت أم نوم، أنت صديق رائع. مرحبا أم نوم، تبدو مرتبكا قليلا. انظر، إنه قلم رصاص. ماذا يفعل هنا؟ إنه يرسم شيئاً ما. هل هي طائرة؟ هل هو سوبرمان؟ إنه عصفور. جيد جداً. واو، انظروا، الوردي والأصفر. أم نوم، إنها تطير بعيداً. تحب الطيور أن تطير في السماء، وهي تعيش في قمم الأشجار في المرتفعات. يبنون منزلاً يسمونه العش. ها هو قلم الرصاص مرة أخرى. دائرة ومثلث، ديناصور، دجاجة. أوه، لا يمكن، إنها سمكة. تعيش الأسماك في الماء.
إنها تحب أن تعيش في المحيطات والبحار والأنهار. أوه، انتبه أم نوم، حاول ألا تمشي على الأشياء. إنها زهرة، شمس بأرجل، ثعبان. لا، أوه، إنه أسد. كن حذراً أم نوم، لا تقترب منه كثيراً، لا تريده أن يأكلك، أليس كذلك؟ الأسد ملك الغابة، وهو يعيش في كهف يسميه العرين. أوه، يا إلهي، لا تقلقوا، زئيره مخيف جداً. بسرعة، إنها مركبتك، فلنخرج من هنا. أنت تطير، وداعاً. تعلم الطقس مع أم نوم. واو، ما هذا؟ أوه واو، ماذا سيحدث؟ ماذا هناك؟ درجة الحرارة مرتفعة. احترس أم نوم، رائع! الصيف، أليس الجو حاراً جداً؟ دعونا نلف العجلة مرة أخرى ونغير الطقس. ها نحن ذا. واو، أوه، أعتقد أنه سيصبح أكثر برودة. الشتاء، جميل جداً، حان وقت عيد الميلاد تقريباً. واو، جميل جداً، حان وقت عيد الميلاد تقريباً. واو، عمل عظيم. دعونا ندير العجلة مرة أخرى. رائع، هذه المرة سوف تتفتح الزهور. حان وقت الربيع. رائع، نعم، عمل جيد أم نوم، واصل التقدم. رائع، انظر إلى سقوط الأوراق، إنه الخريف. نعم، ياي، لقد مررنا بكل الفصول. الآن حان الوقت السحري. رائع، واو، إنه أفضل وقت ليقضي قسط من الراحة. إلى اللقاء. ما ذلك؟ شيء يلعق؟ لا يا أم نوم، إنه صندوق، وإنه مليء بالأزياء التنكرية. عما تبحث يا أم نوم؟ هل لديك فكرة يا أم نيل؟ نحن الآن في المركز التجاري. أجل، لنتسوق قليلاً من أجل الحفل، لنشتري قميصاً. قميص، ما الذي يجب على أم نوم شراؤه أيضاً؟ ما ذلك؟ أوه، بنطال، سيحب أم نوم هذا. أوه، تنورة، يبدو هذا جميلاً. هذا لطيف للغاية يا أم نوم، تعجبها القبعة. قبعة، هذا شيء تود شراءه يا أم نوم؟ لنجربه ومن ثم نقرر. أجل، لنشتري الوشاح. وشاح، لنبحث عن المزيد. أوه، يبدو هذا رائعاً، ولكنه مرتفع جداً. لنحاول القفز يا أم نوم، نكاد نصل. تماسك. أوه، لقد سقط. لقد وضعت الصناديق فوق بعضها لتصل إليه. سترة، حصلنا عليها. حان الوقت للاحتفال والرقص. مرحى، أولي.
الروك. هي مهلا، ما هذا يا أم نوم؟ لنتصور من أجل الذكرى. إلى اللقاء. هل تريد بيضة؟ بيضة لذيذة. نعم نعم نعم، أريد بيضة مع الخبز وبعض الجبن والفلفل والزبد وأيضا بعض الملح. هل تريد البيتزا؟ البيتزا اللذيذة. نعم نعم نعم، أريد البيتزا مع زيتون وبعض الجبن، الريحان والزعتر، أريد منها أكثر. هل تريد الكعك؟ الكعك اللذيذ. نعم نعم، هيا نخبز كعك مع الحشو والكريمة، شوكولاتة وكرز، طعمها كرة القدم. تنس. السلة. الكرة الطائرة. وداعا. كيف حالك اليوم؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أوه انظر، على ماذا تحتوي هذه البيضات؟ ماذا تفعل بها؟ لا أم نوم، لا أعتقد أن القفز عليها أمر صائب. ما رأيك أن نقوم بتلوينها؟ أجل، إنها فرشاة، لنجرب تلوينها باللون الأخضر. برأيك على ماذا سنحصل إن أضفنا الأخضر؟ انظر، انتهينا من طلاء اللون الأخضر. يا إلهي، إنها على وشك أن تفقس، إنه براكلي. رائع، هل ترغب بتناولها أم نوم؟ سنضيف الآن اللون البنفسجي. ما الذي سنحصل عليه يا ترى؟ أوه انظر، إنها على وشك أن تفقس. ما الذي تحتويه برأيك؟ أوه انظر، إنها تفقس، إنه باذنجان. أتساءل على ماذا تحتوي التالية. والآن فلنضيف اللون البرتقالي. أجل، كدنا ننتهي.
انتهينا! لقد لوناها بالبرتقالي لنرى إن كانت ستفقس. أوه، ما هذا؟ إنها جزرة! لدينا واحدة أخرى لتلوينها، لنقم بتلوينها. انظر الآن، كدنا ننتهي. لقد لوناها باللون الأحمر بالكامل. برأيك على ماذا سنحصل؟ إنها تفقس! إنها طماطم! أجل! الخضار صحية جداً يا أمنم! إلى أين تذهب هذه الخضار؟ انظر! ستدخل الخضار إلى الخلاط! أتساءل ما الذي ستفعله بها؟ أوه! فهمت الآن! لقد صنعت العصير! من أجل أمنم! تبدو سعيداً جداً أمنم! قمت بعمل جيد! أحسنت! واحد، قرش واحد. واحد، اثنان، قنديلان. واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاث سمكات أبي سيف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربع نجمات بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس سمكات ريح. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ست سلطعونات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة أفراس بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثماني سمكات ذهبية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسع سلاحف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشر قريدسات. مرحباً أمنال! مرحباً أمنم! كيف حالكما؟ فلنتعلم الألوان! هذا هو اللون الأحمر! فلنضيفه إلى الوعاء! ونضيف القليل من اللون الأزرق! أوه! على ماذا حصلنا؟ على البنفسجي! الأحمر عند مزجه مع الأزرق يعطينا اللون البنفسجي! فلنضيف اللون الأصفر! نسكبه هنا! والآن أمنم يضيف اللون الأحمر له! فلنمزجهما سوياً! على أي لون حصلنا الآن؟ أصفر عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون البرتقالي! أجل أمنم! فلنحاول مجدداً! فلنضيف اللون الأحمر! حسناً! والقليل من اللون الأخضر! انظر إلى هذا! لقد تغير اللون! أجل! الأحمر عند مزجه مع الأخضر يعطينا اللون البني! حسناً! فلنجرب اللون الأبيض! عمل جيد! أحسنت يا أمنال! أجل! فلنضيف بعض اللون الأحمر! انظروا! على ماذا حصلنا؟ الأبيض عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون الوردي! مرحى! أحسنتما صنعاً! حان وقت الذهاب وداهاً! سوبرنوم أزرق، سوبرنوم أزرق، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سوبرنوم أخضر، سوبرنوم أخضر، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا،
ماذا تفعلون؟ سوبر نوم وردي، سوبر نوم وردي، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سوبر نوم أصفر، سوبر نوم أصفر، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سوبر نوم أحمر، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ فريق السوبر نوم الرائع، أين تكون؟ نحن هنا، نحن هنا، ماذا تفعلون؟ اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.